مستقبلك التاني الخاص بأنه أثناء تلاوتك للقرآن الكريم. هل لازم أن أنا أسمي مع بداية كل ربع، أنت بتاخدي الجزء على بعضه، فهل مع كل ربع لابد من البسملة؟ هو كما قال لك زوجك الكريم ربنا يبارك فيه، لا، ما دمت مستمرة فلا يشترط. ولو تم الفصل، يعني مثلا وقفتي ورحتي عملتي حاجة ورجعتي تاني، فالمطلوب هو الاستعاذة كما قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى أنا لو أنا بجيب الورد بتاعي وقفت لأي سبب، بعمل حاجة وهرجع، أو مسكت تليفون أكلم حد، أي كان أي تصرف، قطع التلاوة، إذا عايز أرجع الأولى هو الاستعاذة يا صاحبة السؤال.